بعد ما خلصت القصة بدأوا كل فريق يتحامل صاحبه، بس الأكثر كان فريق بتاع السيسي. بدأ هجوم فظيع على شيخ الأزهر لدرجة ناس تطالب بإلغاء المادة 7 من الدستور، خرق للدستور أهو اللي بتحصن شيخ الأزهر. وبدأوا يسألوه، طب يا شيخ الأزهر ده موظف عادي، ما الرئيس يعزله. وبدأوا يتهموه بأنه جامد. لكن في ناس تانية كانت مع الشيخ الأزهر برضو في مصر، منهم علاء مبارك. علاء مبارك طلع قال السنة النبوية الشريفة تبين كل أمر لم يرد في القرآن الكريم، وهذا لا خلاف عليه. استمعت إلى كلمة فضيلة شيخ الأزهر ردا على الذين يريدون سلخ القرآن عن السنة، فجاءت كلماته قوية بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبا إلى جنب، وإلا ضاع 3/4 الدين. علاء مبارك نجل الرئيس السابق أو الأسبق حسني مبارك، ده كان علاء مبارك. لكن يبدو أنه صوت علاء مبارك كان صوت وحيد، محدش كتير دافع عن شيخ الأزهر، كلهم كل الجاموس الوحشي، كل عبرة العجل ورا العجل، كلهم مفتي مثقف غيره، كل عبرة العجل كانوا ورا العجل اللي هو السيسي. لكن اللي مدافعوا عن شيخ الأزهر ما كانش في حد فيهم قدر يتكلم كده زي علاء مبارك. خلينا نشوف عبد أو نموذج من عبرة العجل لما هاجمت شيخ الأزهر. كان عندي حديث آخر هو حديث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تحدث فيه قضية أخرى تماما. كان الحديث عن تجديد الخطاب الديني، وإذ بالإمام الأكبر مع كامل الاحترام والتقدير للإمام الأكبر والأزهر والأزاهرة جميعا، نحن لسنا في معركة، وإنما الدين ليس حكرا على الأزهر أو الأزاهرة. النهاردة كان شيخ الأزهر بيتحدث بحديث صحيح لكنه في منطقة خارج الأولويات. هل وإحنا أنا شخصيا أتحدث أنه لا يوجد تابوهات، يعني ما فيش محرمات لا مقدسات. كان الصحابة بيناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم ويردوه في بعض المسائل، فبالتالي عندما أتحدث إلى شيخ الأزهر أو إلى إمام من الأئمة فلا تأخذني به قداسة، لا قداسة بعد رسول الله. شيخ الأزهر لما اتكلم كان مسيطر عليه حالة من الريبة وحالة من القلق وحالة من الخوف، والحقيقة أنا ما أعرفش إيه مصدرها. ليه؟ لأنه شيخ الأزهر بينطلق من أرضية أنه المدافع عن الإسلام الذي يتعرض إلى مؤامرة كونية، وأنه يجب أن يدافع عن حمى الإسلام، فقاعد يحشد أن فيه مؤامرة. ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إحنا بقى مطلوب مننا عدم التدبر، يعني الأزهر بيقول لنا محدش يتكلم محدش ناقش. طيب انا عايز بس اوضح للناس، انت 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 ترى ان الاحاديث التي منسوبه للبخاري ليس لم يقولها اساسا وانها بتدرس حتى الان؟ طبعا يكفي يا فندم، يكفي يكفي انه في اساس علم الحديث عشان اضرب لك اساس علم الحديث. قالوا ان كل الصحابه عدول، سيدنا رسول الله مات عن 100,000 صحابي، هل يجوز ان انا اقول ال 100,000 كلهم عدول رغم ان حصل قتال بينهم وبين بعض وقتلوا بعض؟ كل ما قاله شيخ الازهر صحيح، وايضا كل ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح، الاثنين بيتكاملوا. شيخ الازهر بيتكلم على ان احنا خدنا من الاحاديث الصلاه وشويه اشياء كثيره جدا جدا، والرئيس ما اتكلمش عن ده. الرئيس لا اتكلم عن الحديث ولا اتكلم عن القران، الرئيس اتكلم عن الشروح والتفاسير ليهم. إذن الحقيقة الشيخ الأزهر بكلامه فجر موجة من الهجوم عليه، وبدأت الناس تهاجم شيخ الأزهر، بس ما تقدرش تراجع السيسي في اللي قاله. لا، ما وقفناش عند كده. إذا كان المشهد في أمريكا بيوصف توماس فريدمان الرئيس الأمريكي بأنه أحمق وعندوش أخلاق، فعندنا هنا في مصر محدش يقدر يراجع الرئيس في اللي قاله عن الدين. لا، ده الرئيس تقريبا عنده فقه والله، فالدستور تطلع بمنشط فقه الرئيس اهو. اتفرج يا معلم، ده محمد الباز واتفرج فقه الرئيس. يعني الحقيقة
وصلت بمحمد الباز السفالة والوقاحة انه يعمل من السيسي واحد من الأئمة الأربعة زي الشافعي كده وابو حنيفة وابن حنبل. خلاص بقى دلوقتي في مذهب جديد اسمه مذهب العجل، ده بيمشي وراء العجول بس. الجماعة اللي عبروا مع سيدنا موسى وراحوا أول ما شافوا المعجزة عبدوا العجل، بقى فقه الرئيس السيسي اللي بجد مش بهزر معلوماته عن الدين الحقيقة أنا هو النافذ بعض فيها، بقى عنده فقه. يعني معلومات السيسي عن الدين ممكن أنا كنت أحسن منه شوية أو هو أحسن مني سنة، إحنا الاتنين ما نتكلمش في الدين أصلا خالص، بقى عنده فقه لأنه عنده سلاح. هناك يقولوا للرئيس أحمق ومعديم الأخلاق بس لأنه ما أدانش محمد بن سلمان في جريمة مقتل سعودي، بينما إحنا في الدين بنقول للرئيس عنده فقه. فتخيل لو أنت السيسي وبيكتبوا عنك إنك بقى عندك فقه ديني وأنت أصلا حقيقة يعني ما تعرفش لو غلطت في الصلاة تصلح الحكاية إزاي، ده السيسي إذا كان بيصلي أصلا. على كل حال مش بس مفكرين أو يعني مثقفين أو مذيعين اللي ما تعرفش سلطتهم جاية منين المذيعين دول، ده كمان وزير الأوقاف، وزير الأوقاف الحرامي بالوثائق اللي فضحته الجرايد دي، وزير الأوقاف المرتشي بدأ يخش في الموضوع فقال الحوار ده. أكتب بماء الذهب نسب إلى الإمام أبي حنيفة للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. قلت إن عدوا قالوا إن في الأحاديث نوعين، في أحاديث مبنية على القطع زي النبي لما قال صوم عاشوراء أو صوم عاف أحتسب على الله أنه الكفر السنة الماضية والباقية، صوم اليوم ده تاخد الأجر، ده عملية مقطوعة. لكن في أحاديث زي أحاديث اللباس والركوب وبعض الأحاديث التي بنيت على مراعاة العادة والظروف، ومن الحديث ده اللي أنا كلمتك عليه اللي هو من أحيا آدم مبني على ظروف الوقت أو على العادة أو على طبيعة أو مراعاة الوقت، قال إن الأحاديث المبنية على العادة لمدك اللباس والركوب تتغير الاستنباط من الحديث بتغير العادة. ثم ذهب أبو يوسف إلى عبارة في منتهى الشجاعة، لو كنا احنا اللي كل هذه الوقت كان لحقنا ما لحقنا. ماذا قال ابو يوسف؟ قال ان الاحاديث المبنية على العادة يتغير استنباط الحكم منها بتغير العادة، اذ لو كان صاحب النص صلى الله عليه وسلم بيننا عند تغير العادة لغير النص. لغير، استنى استنى استنى، رايح فين؟ قال ايه بقى الاحاديث؟ ايوه قال الماضي. استنى يا مولانا، ابو يوسف قال انه اذا كان صاحب العاده مبنيه، ايوه الاحاديث المبنيه على العاده يختلف استنباط الحكم منها باختلاف العاده. تمام. لو كان صاحب النص صلى الله عليه وسلم بيننا عند تغير العاده لغير النص. تمام جدا. الحقيقه قبل ما نتكلم على صاحب النص صلى الله عليه وسلم، خلينا بس نتكلم على طريقة التعامل مع بين وزير الأوقاف ومحمد الباز. وزير الأوقاف لأنه عنده حصة شهرية من المكافآت لمجموعة من الصحفيين عشان ما يتكلموش عن مخالفاته، فمحمد الباز عارفه فبيقول لا استنى استنى. يعني محمد الباز لا يجرؤ يتعامل مع أسيس كده، أسيس لا يجرؤ يقول لأسيس استنى يا أنبا موسى بقى، لا رايح فين يا معلم، مفيش كده، ما يجرؤش، ده هيقول له قداستك ونيافتك والحاجات دي. لكن مع وزير الأوقاف يقول له استنى، لا، لأن وزير الأوقاف حرامي زيه، يعني هم عارفين بعض. ما علينا، وزير الأوقاف بيقول حاجة مهمة جدا، الحديث بتاع الإمام أبو يوسف اللي بيقول فيه قال لو كان صاحب العادة حي، صاحب العادة حي لو على الرسول صلى الله عليه وسلم لغير النص ليتوافق مع العصر. أنا مش بتاع حديث ولا حاجة، أنا مش بتاع أي حاجة، بس أنا بتاع كتابة. استحالة الشرط يبقى استحالة التغيير. أنا بتاع نص، كتابة ماليش دعوة بالدين، وأنا لا أجرؤ أتكلم في العادة وحديث صحيح وحديث الأحاد، ماليش علاقة بالقصة دي خالص، أنا بتاع نص، أنا بتاع نقد أدبي. استحالة الشرط يعني استحالة التغيير. لو كتبنا بصبورة هنا النص بيقول بتاع يوسف
لو كان صاحب العادة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم حي لغير النص. طيب صاحب العادة مش حي، يبقى استحالة حي، مش موجود. صاحب النص المنزه عن الهوى اللي ربنا قال له وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللي احنا بنصلي ببعض الآيات بتتكلم عنه، مش موجود خلاص. طيب مين اللي هيغير النص؟ الحرامي؟ أنا اللي هغير النص؟ مين اللي يجرؤ؟ ما هو أنت لو هتغير النص، أنا انسى أي حاجة بينا، لو أنت هتجرؤ تغير نص ذكر أو ذكر الرسول وثبت صحته، يبقى أنت والرسول واحد بقى. يبقى الرسول اللي ربنا قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى أنت زيك زيه خلاص بقى، إحنا الرسل تساوت يعني، يعني خلاص بقى ما خلص القصة يعني. مش هو قال لك كده؟ لو صاحب النص حي لغير النص. طب صاحب النص ميت خلاص، مين اللي غير النص بقى؟ إذا استحالة وجود صاحب النص يبقى استحالة التغيير. المعلم بيقولها على إنه طالما بقى صاحب النص مش موجود، ولو كان موجود دلوقتي معانا الرسول كان هيغير النص. أوكي يبقى إحنا نعمل إيه بقى؟ نغير النص. فالمعلم انبسط قوي، لكن ما قالوش شيخ وزير الأوقاف إن استحالة الشرط. أنا بقول لحضرتك ببساطة، لو عرفت تطير من الأرض 20 متر فوق أنا هديك كاس العالم، لو عرفت تقاوم الجاذبية الأرضية أنا هعملك أحسن واحد في العالم، هديك $1,000,000. استحالة تاخد $1,000,000 لأنك ما تعرفش تقاوم الجاذبية الأرضية. استحالة الشرط تعني استحالة التغيير. استحالة أنك أنت تقاوم الجاذبية الأرضية تعني أنك مش تاخد $1,000,000 بس، ببساطة يعني. هضربك بالرصاص ولو فضلت حي هنديك، هنجوزك بإسماعيل هنومة، مش تتجوز هنومة، لأنك لما تضرب بالرصاص مش هتفضل حي. الرسول صلى الله عليه وسلم توفى إلى رحمة الله، خلص. وده صاحب النص، ده بقى اللي ربنا اختاره وصنعه على إيده وعمله ورباه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ده الرسول. خلاص مش موجود، مين اللي غير النص؟ ده الجعر ده يغير النص ولا الحرامي وزير الأوقاف؟ على كل حال يعني بقى أنا مش هتكلم بقى على العادات بقى، ومش هنتكلم على القصة دي، أنا مش هقدر أتبحر معهم في القصة دي. يرد عليهم طبعا لأن هو المجال عنده مفتوح، وهو بيقول اللي على هوى محمد الباز، وبالتالي محمد الباز مش هيجيب حد من أساتذة الحديث يقول له أن وزير الأوقاف حرامي وإنت عارف. يقال أن البخاري مش كده، البخاري ما كانش بياخد الحديث إلا من حد واثق فيه، لدرجة أنه في قصة كده مشهورة عنه أنه راح ياخد الحديث من واحد لقى حوالينه مش عارف معيز ولا إيه، فالرجل بيوهم المعزة بأنه في جيبه أو في حجره أكل للمعزة، فالمعزة جت فما كانش في حاجة يعني يأكلها لها، فالبخاري مرضيش ياخد منه الحديث لأنه كذب على الحيوان ده. قصة كده مشهورة يعني، كنت قريتها زمان يعني، مش في القصة دي أصلا بس يعني افتكرتها دلوقتي. فإذا كنا هنتعامل زي البخاري اللي هم بيقولوا يتحط في المتحف، فالأولى بمحمد الباز أنه ما ياخدش أي تصريح خاص بالدين من وزير الأوقاف، لأنه يعلم أن وزير الأوقاف طلع مراته الحج على حساب الحكومة، يعلم ان وزير الاوقاف وضب شقته على حساب الاوقاف. هل هذا الرجل تثق في مصداقيته وتاخد منه حواديث وشرح الحديث؟ استحالة طبعا، ده لو الباز عنده ضمير، بس لانه حرامي بيكلم جعير فالموضوع يمشي. كانت النتيجة في الاخر ان الحقيقة المشهد الامريكي انتهى على انه الرئيس الامريكي احمق كما ذكر توماس فريدمان، وانه عديم الاخلاق، بينما احنا عندنا والخناقة هناك على واحد سعودي، بينما احنا في مصر الخناقة على الدين. فيطلع شيخ الأزهر مش فاهم حاجة ومتخلف، والسيسي عنده فقه. مش بس كده، ده لمجرد ما السيسي طلع قال في الحفلة دي ان انا بشوف العجب وبيحمل شيخ الأزهر ان المصريين بيكذبوا، وكأن السيسي نزل من كوكب بلوتو اول امبارح فاكتشف ان المصريين بيكذبوا، فقال أنا والله بشوف العجب العجاب، قال يعني السيسي ما بيكذبش. تمام جدا. كانت النتيجة أن محمد أمين طلع النهاردة في مقال عايز يقول لكم أن السيسي عنده حق وأن إحنا شعب كذاب وابن 60 في 70، فكتب مقال اسمه شعوب لا تكذب، بيقول فيها بقى يتفرج محمد أمين عايز يطبل للسيسي. فبيقول إيه بقى؟ هناك دراسة اجتماعية، هناك دي بقى تعالى لي علي
في أي حتة هناك دي ممكن تلاقيها في موقف العتبة أو في العاشر أو ممكن تلاقيها عند الجزار هناك فين ما تعرفش. ما هو أنت من ضمن أسانيدك أنك تذكر هناك ده فين بقى؟ جامعة أم لالي كانت الدكتور أبو انشراح عمل دراسة مثلا. إنما هناك دي ده في حتة بقى أنت أنا وأنت ندور على حتة وده مش علم ده اسمه الحقيقة بامية قرع أي حاجة